تواجد الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ماذا يعني بصفة عامة، وأبرز المحطات التي لفتت نظر حضرتك أثناء المتابعة؟ طبعاً يعني منتدى هام جداً ورئيسي، هو برلمان العالم، 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يخاطبها الرئيس للعام الخامس على التوالي، هو يعبر عن إرادة مصر الإقليمية، عن دفاعه عن القضية الفلسطينية، يشرح الوضع الداخلي في مصر وما تم تحقيقه سواء من خلال برنامج إصلاح اقتصادي جاد وشجاع أو من خلال التسويات الإقليمية الهامة التي يدعو إليها، في إطار أيضا من التناول للقضايا الدولية المرتبطة بالنظام الاقتصادي العالمي والدولي. أنا شايف أن السيد الرئيس هذه المرة في إطلالة جديدة، يعني في تعبير جاد عن مصر التي حققت أهدافها الاقتصادية ونجحت في برنامج إصلاح اقتصادي محترم وصعب، ولكن في نفس الوقت قضت على الإرهاب، وبالتالي هو يعرض مصر هذه المرة زي ما حضرتك بدأت المقدمة كفرصة استثمارية واعدة أمام رجال الأعمال وكبريات الشركات الأمريكية، ثم ينتقل كرجل دولة يتجاوز ما كان يعرضه من قبل عن ظروف مصر الداخلية بعد 30/6 والوضع الداخلي الصعب الاقتصادي والهجمة الشرسة للإرهاب، لرجل الدولة الأشمل الذي يتحدث عن قضايا المنطقة ويخص القضية الفلسطينية بحديث واثق وقوي يحدد فيه أسس الحل، ويتحدث عن ليبيا وسوريا والعراق واليمن، ينتقل مما هو إقليمي لما هو دولي، فيتحدث عن قضايا عدم عدالة النظام الاقتصادي العالمي، ويتحدث عن ثلاثية تشكل التهديدات التي تقود النظام العالمي الحالي، تقود الأمم المتحدة، أحادية في اتخاذ القرارات وتوجهات دولية تهدد النظام القائم من خلال دعم الإرهاب، من خلال تقويض الدولة القومية اللي هي اللبنة الأساسية اللي تقوم عليها الأمم المتحدة، وبالتالي معركة الدولة القومية دي معركة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي يتحدث عنها، لأنه نجح في استعادة الدولة في مصر، في استعادة مكانتها الإقليمية، وبدأ يتحرك في ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن، وبدأت مصر تمارس دور فاعل فيما يخص التسوية سواء القضية الفلسطينية أو الوضع في ليبيا أو غيرها، لينتقل لرسالة دولية عبر عنها إما في قمة مانديلا، رسالة قيمية رفيعة المستوى في عالم تتوغل فيه وتتوحش فيه قوى الإرهاب وتساندها دول من الإقليم وخارجه، أو فيما يخص القضايا الدولية المرتبطة بالعالم الثالث اللي هو الأقدر بالتحدث، سواء كانت قضية مناخ أو قضايا إفريقية، وليس ولما لا وهو قادم في 2019 على رئاسة الاتحاد الإفريقي ويتحدث باسم العالم الثالث، وهو أيضا رئيس مجموعة 77 والصين. يعني أنا عايز أقول يا أستاذة منى أن واجهة مصر هذه المرة ليست مصر التي تتعرض لضغوط داخلية طائلة بعد 30/6 وظروف وتوغل الإرهاب وانتشاره وظروف اقتصادية صعبة، بل مصر التي نجحت في تحقيق أهدافها وتقدم اقتصادها كفرصة استثمارية واعدة للجميع، وتقدم دورها كدولة رائدة في عالمها العربي تتحدث باسمه، وفي عالمها الإفريقي تتحدث عن قضاياه، وفي المجتمع الدولي الذي يتحدث عن قضايا العالم النامي، وليس أقدر من مصر وأكثرها مصداقية، وهي رئيسة مجموعة 77 كما طلعنا في خطاب اليوم، وتتحدث عن قضايا العالم الثالث. دكتور